مساء الخير، يعطيكم العافية. أنا الفنانة الأردنية جوليت عواد. إحنا عاملين مشروع مهم جدا، وهذا المشروع اسمه مدينتي. مدينتي بتعني إنه إحنا بناخد مدينة من المدن الفلسطينية وبنتكلم عنها من خلال قصة جميلة، وهي القصة بتكون مشوقة للأطفال، فيها معلومات، فيها أماكن تاريخية، فيها أماكن دينية، المساحة، العادات، التقاليد إلى آخره. وبنفس الوقت هاي القصة أو هذا الصندوق في داخله بازل اللي يحاولوا الأولاد إنهم يركبوا المدينة من خلال هاي المجسمات المتقطعة. طبعا هذا المشروع في له عدة أهداف. الهدف الأول إنه إحنا نعرف شبابنا وصبايانا وأطفالنا وحتى الكبار، نعيد ذاكرتهم الجمعية، وعند الأطفال نبني ذاكرة جمعية عن مدننا بفلسطين. النقطة الثانية إنه هاي المعلومات لما الأطفال يتعلموها راح يرتبطوا بأرضهم، بواقعهم، بقضيتهم أكثر مما إنهم بس يسمعوا عنها. الشغلة المهمة الثانية إنه إحنا لما بنعمل هاي قصة مدينتي، إحنا بنحافظ على تاريخنا، على عاداتنا، على قرانا من الاندثار ومن النسيان، لأنه ما عادت الوسائل التلفزيونية أو الفضائية تتكلم عن هاي المدن القائمة والغير قائمة واللي أزلوها المغتصبين. النقطة المهمة إنه هذا مشروع أنا بعتبره مشروع مقاوم، لأنه المقاومة ليس فقط بالسلاح، الوعي أيضا هو مقاومة، الاطلاع هي مقاومة، المعرفة هي مقاومة، بناء الذاكرة الجمعية هي مقاومة. طبعا هذا خطابنا، إحنا موجه للجاليات العربية في كل دول العالم، لأنه بنعرف إنهم كتير بتشوقوا إنهم يعرفوا أي شيء عن فلسطين وعن قضيتهم. طبعا شراءكم لهذا الشيء أو لهاي القصة، طبعا شراءكم لهاي القصة وهذا البزر راح يكون دعم لاستمرارية المشروع.